أخ مكرم، طبعا إحنا بنتكلم كمان من منطلق إنه في هجوم شديد على بالذات على العهد القديم، وعادة يعني العلماء الحفريات أو الاكتشافات يعني هم من جماعة محايدين، مش بالضرورة إنه يكونوا مؤمنين مسيحيين، فبيتكلموا بشكل محايد عن الأمور اللي اكتشفوها. طبعا في مثل ما تفضلت، يعني في كثير نقاد وباحثين اللي في عندهم أجندة معينة، في عندهم نهج معين جايين فيه، وهذا الشيء اللي بده يثبته. ولكن بالمقابل في نقاد، في باحثين اللي هن جايين يبحثوا يدوروا على ايش بيلاقوا. ومثل ما تفضلت كمان انه هن مش بالضرورة مسيحيين، من ديانات مختلفة، وبيقارنوا وبيبحثوا من عدة اتجاهات، يعني اتجاهات لاهوتية، تاريخية، لغوية. وممكن نقول بالفعل انه علم الآثار كعلم هو علم محايد، يعني ايش منلاقي، ايش منشوف، ايش منطلع من الحفريات، بنطلع عليه بنفحصه. طبعا احيانا مثل ما قلنا اللي بيكتشف او اللي بيفحص ممكن يكون رأيه غير محايد من الأساس، ف بيكون عنده توجه يعني غير محايد ويلمس هذا الشيء.